معنا عدنان أبو شرار من أكس إن سي أو أند كو فاوندر. أهلا وسهلا فيك باستوديو ومضة مباشرة من عرب نت. أهلا وسهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله، أسبوع طويل بس الحمد لله ماشي. كيف عم تستفيد من عرب نت؟ إحنا استفدنا من ناحية اللي هي الاطلاع الإعلامي، يعني في شركات اتعرفت على وجودنا كونه احنا من تقريبا صرنا شغالين على اكس ان اكثر من سنه كتطوير المام للفكره وتيونينج للديتيلز تبعت الابلكيشن والمجره. خبرنا اكثر عنه. احنا شركه صرنا تقريبا سنه ونص، وهلا بهذا الاسبوع طلعنا تجاريا مع شركات الاتصالات. الفكرة بدأت تقريبا من سنة ونص أو أكثر شوي، لما حسينا أنه في نقص حقيقي بالتوعية عند المستهلك العربي، وهذا طبعا لغياب الهيئات الإدارية والريجوليشن بالعالم العربي بالعالم الصحي. أكسن هي تطور محتوى مبني على تطبيقات أو أبليكيشن على الموبايل، بتعطي نصائح يومية ونصائح خصيصة معدة خصيصا لحالة الشخص اللي بيملك الابليكيشن. بمعنى آخر، إذا الشخص حط طوله، وزنه، مدخن أو غير مدخن، نسبة الكوليسترول، الابليكيشن هذا لحاله بيسوي تقييم صحي كامل لهذا الشخص، ويوميا بصير يطلع نصائح مبنية على حالتك كفرد أنت بالذات، سواء كان عندك مشاكل صحية، مشاكل كوليسترول أو وزن أو جنسية، ضعف بكل أطرافه. وهذا المحتوى اللي بيجي مبني عليه النصايح طبعا جاي من مصادر طبية عالمية مثل هارفارد، مايو كلينيك، اللي احنا معنا اتفاقيات معهم بالتعاون للاستعمال المحتوى تبعهم. أوكي. كيف قررت تبلش هالابليكيشن؟ من وين اجت الفكرة؟ حقيقة الفكرة اجت من أدركنا انه في غياب حقيقي للتوعية على مستوى الفرد بالعالم العربي. المريض بفوت على المستشفى ما عنده اي قدرة انه يميز بين دكتور عنده قدرة حقيقية ودكتور لا يملك هذا الشيء. فهون من هون بدأت الفكرة، احنا كيف ممكن نوصل للمستهلك ادوات بسيطة على الموبايل لتأديد القدرة انه يميز ما بين What is a good doctor from a bad doctor? What does it mean to have an infected? أو غرفة عمليات فيها فيروسات ملوثة، اللي هي معلومات تعليمية وتدي إدراك حقيقي للمستهلك وحقوقه وكيف أشياء يتطلع عليها قبل ما يفوت في هذا الشيء. كانت هاي أول مرحلة. المرحلة الثانية اللي بدينا فيها طورنا هذا الابليكيشن ليعطي نصائح يومية، يعني إذا كان سواء كانت للإمرأة الحامل، سواء كان لسرطان الثدي أو للأمراض النفسية، السكري وهلو مجرة، تيجي نصائح يومية، وهي النصائح بتصل لأماكن في عالمنا العربي اللي هو الريف هو الجزء الأكبر منه. بتصل هاي الرسائل توعية عن طريق شركات الموبايل اللي احنا نسوي معهم شراكة بتدشين هذه الخدمة. اوكي، يعني بتوصل مش ضروري انا نازل الابلكيشن عندي على التليفون، ممكن الخدمة توصل من خلال رسائل القصيرة السريعة. نعم، الخدمة طبعا بتدعم الاس ام اس والام ام اس وجميع انواع الابلكيشن، اذا كان اندرويد، ايفون، او جافا، بلاك بيري. هاي الخدمة مجانية؟ هاي الخدمة مش مجانية، هي بتيجي مجانية بطرق تانية، وهلا بشرح لك بالضبط شو الاشياء اللي احنا شغالين عليها. هي مش مجانية، عبارة عن اشتراك شهري بسيط، وبتختاري التوبيك او الحالة الطبية اللي انت بالضبط حابة تاخدي معلومات مركزة عليها، وهي طبعا معلومات معتمدة، هي معلومات جاية لنا من مايو كلينيك ومن هارفارد، معربة، عندنا فريق طبي كامل بيشتغل على المعلومات، صياغتها الطبية واللغوية كمان إلى أن توصل للمستهلك فعليا. يعني هي مخصصة للأشخاص اللي عندهم حالة مرضية ما أو وضع ما يتسجلوا عليها. هي مخصصة لحالات مرضية معينة، أيضا توعية، هي أهم شيء، هي التوعية
اللي هي حياة أفضل كيف وقائية. يعني أنا بعتقد أكشلي بالدرجة الأولى هي وقائية قبل أي شيء تاني. وبنفس الشيء إذا الشخص عنده مشكلة معينة برضو إحنا بنديه إنه يتمتع بمحتوى طبي عالمي ذات مرجعية قوية ليقدر يأخذ عليها النصيحة اليومية ويدركه ينبنى من هناك. أدى برأيك في حاجة لهيك خدمة بالعالم العربي؟ أنا بعتقد الحاجة ماسة، ونحن هلأ حسينا بهذا الشيء بشكل خيالي. نحن عندنا كتير شركات اتصالات كتير مهتمين بالموضوع، مش بس لغايات ربحية، اهتمامهم انه توعية وخدمة مجتمع وايضا ربحية. ونحن يعني انا بفخر بقول لك انه احنا اول شركة بنطلق محتوى مبني على مرجعيات طبية معروفة، هي مش مبنية على محتوى محلي من غير اي مصدر له معروف. هي واحد. اثنين، طريقة التطبيقات اللي احنا بنشتغل عليها كتير فعالة وبتوصل الرسالة للشخص ذات قيمة، فهي مش هدر لمشترك، لا، احنا اللي بيشترك معنا عادة بضلوا على اشتراك بدون ما يلغي، لانه بالفعل بحسوا بقيمة المحتوى اللي بيجي. كم مشترك صار فيه لليوم؟ احنا حاليا سوينا اول انطلاق مع زين بالعراق، لانه احنا فعليا هذا الاسبوع جهزنا للروح تجاريا. صرنا سنة ونص بنعد كل المحتوى كترجمة، عندنا فريق طبي بيقسم المحتوى، بنينا ذكاء، يعني كيف بقول لك انت يعني بالعربي بحاول اوصلها، بنينا تطبيقات ذكية اللي تقدر توصل معلومات مدروسة بيان على حالتك. Artificial Intelligence بالعربي مش عارف كيف هاي بدها تنعد، ولكن هذه المعلومات. أديك مثال ثاني، إذا أنت رحت على طبيب أو مختبر أخذت فحص كامل شامل وحطيت البيانات فقط النتائج، هذا التطبيق بيأخذ يعطيك كل النصائح مبنية عليها. B12 شو معناته؟ أنت مستواك عالي أو واطي، شو تاكلي عشان أنت تحصني B12 وهلو مجرة. إحنا بدينا مع زين العراق على مستوى SMS بس كبداية، والآن بكل فخر حب بس طبعاً أطلع الخبر إنه إحنا يوم أمس تم تدشين خدمة مع الاتصالات السعودية. الاتصالات السعودية تبنت أكسن ميديكال برودكت بالتعاون مع ميو، تبني كامل، وطبعاً التدشين تم امبارح وإن شاء الله تفعيل الخدمة خلال الأيام القادمة. وإضافة إلى ذلك كان كل مجهودنا احنا مبني على التطوير، حاليا صار اكثر هو اللي هو للتوصيل الخدمه. وعندنا طبعا في كثير شركات بقدرش احكي اساميهم، بس الاهتمام موجود حتما، واحنا وحتى اهتمام على صعيد شركات عالميه مثل جنرال الكتريك على فكره، هم بيدوا عندهم انيشيتيف للمجتمع ليوعوا المجتمع. فهلا احنا بنتفاوض معهم ليستعملوا المحتوى تبعنا ليقدروا يوصلوا الرسالات هذه مجانيه عن طريق طبعا الاس ام اس لمناطق بعيده جدا، وهذا هو الاهم. انا بقول اهم شيء انه احنا نوصل النصايح هاي الطبيه لمناطق مثل ما بيقولوها وعره الريفي. رح توصلوا لمرحله كيف عم بتقدروا تغطوا التكاليف؟ عندكم تمويل؟ الى الان الحمد لله انا وبشركائي قادرين كنا نغطي التكلفه هائله، ما كانت سهله، لانه انت عندك فريق طبي كامل، صح، تمريضي طبي سيرجيكال اوبريشنال وهالمجرة، وتطوير البلاتفورم كلها ترجمة لحالها شيء كان يعني مهيب، وعربيك اديترز يعني عنا منقحين عربي خصوصا عنا بالشركة كمان. ولكن الحمد لله لهلا الأمور يعني قادرين نسيطر عليها وقدرنا نصل لمرحلة تطلبوا تمويل ولا هلا أنا بعتقد راح نصل لهي المرحلة حتما، لأنه على إحنا بالنسبة لإلي شخصيا المنتج اللي بده يروح تجاري هذا خلص انتهى منه. أنا هلا دخلت في إطار اللي هو بيعتبروه الريليس 2 والريليس 3، عندي الصورة واضحة جدا
وبدينا هلا وهي راح تكون مكفي ولكن راح تكون ابداع حقيقي بالعالم العالم الطبي على مستوى الفرد حتى على مستوى المهني الطب المهني. فهذا ممكن يتطلب موارد ضخمه ماديه حتى بشريه. وان شاء الله يعني احنا خلال سنه من شخص ل 25 شخص نتوقع الست اشهر نصل ل 100 شخص تقريبا. قديش متوقعين يوصل عدد المستخدمين باول فتره؟ انا باعتقادي خلال الشهرين القادمين راح يكون عندنا اكثر من 250 الف ل 300 الف مستهلك، ولكن للاسف الموضوع مرتبط بسرعه شركه الاتصالات التقنيه للتدشين، لانه كثير من شركات الاتصالات مش مهيئين يتعاملوا مع تطبيقات، هم مهيئين يتعاملوا مع اس ام اس ولكن مش تاع تطبيقات، فبياخذ منا مجهود ضخم لنسوي الرابط ونطلعها. هلا بعيد انا مره ثانيه، احنا مش موجودين على الابل ستور او على النوكيا ستور او بلاك بيري لاهداف استراتيجيه، لانه كل المنتج تبعنا مبني على تعاون استراتيجي مع شركه الموبايل لنقدر نوصل الرساله للمستهلك. الاب ستور مش حيوصل هاي الرساله لمستوى الفرد، فعشان هيك ملزمين بالتعاون مع الاتصالات وملزمين ان نمشي على الخطوات تبعيتهم لنقدر نوصل الرساله فيها. من بعد السعوديه شو الخطوه الثانيه؟ من بعد السعودية احنا ان شاء الله هلا بننتظر الاردن، عنا في مصر، ليبيا ايضا، عنا في قطر. اكون صريح معك بموضوع يعني هي مش لغاية كيف بدي اقول لك انه طبعا الفخر، بس انه احنا حاليا عم بيجينا اهتمام اكثر ما بنقدر كيف نقول الاهتمام اللي موجود من الأوبريترز أكثر من قدراتنا إن إحنا نستوعب الكل، عشان هيك كانت الأولوية تبعيتنا اللي هي بالسعودية، ومن هناك إحنا بصير عنا الموارد اللي بنحتاجها لنروح على العالم العربي، ولكن الاهتمام موجود. القيمة اللي إحنا عم بنحطها الذكية داخل التطبيقات بمعنى آخر قريبا تقدر انت من دقات القلب، من مقياس السكر، من عدة اشياء طبية انت في البيت ممكن نحن نوفر لك. هذه اهم شيء هي التطبيقات، كيف مبنية البرامج تستوعب هاي المعلومات وتطلع لك محتوى مبني على هاي المعلومات اللي بنيجي. مشروع مش سهل، ولكن هذا هو طبعا المرحلة الثانية اللي جاي عليها. ف ان شاء الله ننجح ونقدر نتعاون، لازم نتعاون مع شركات الاتصالات والمستشفيات حتما، هي هذه التارجت تبعيتنا بالقريب العاجل ان الله راد. عدنان ابو شرار، شكرا لتحدثك مع ومضة ونتمنى لك كل التوفيق. اهلا وسهلا، شكرا كثير مايا، تشرفنا معرفتكم. هلا هلا.